بسم الله الرحمن الرحيم. ننعي لشعبنا السوري العظيم القامة الوطنية الكبيرة الأخ الصديق اللواء محمد فارس رائد الفضاء السوري الذي توفاه الله في مدينة غازي عنتاب يوم أمس يوم الجمعة. ننعي إلى شعبنا هذه الخسارة الكبيرة، هذا الفقد الكبير، هذا الرجل الوطني الحر صاحب المواقف الوطنية المشرفة الذي انحاز منذ بداية انطلاق ثورتنا العظيمة إلى خيار الشعب بالحرية والكرامة وتحمل كل الأعباء والمخاطر وعانى ما عانى حتى توفاه الله في غربته. عزاؤنا إلى عائلته وأولاده وإلى كل سوري حر، إلى جميع أهلنا السوريين الذين فقدوا هذه القامة الكبيرة التي أجمع عليها، أجمع على حبه جميع السوريين كما أجمع على حب حجي مارع وأبو الفرات والساروت وكل هؤلاء الأبطال. هنيئا له، هنيئا لأسرته هذه المحبة الكبيرة من الشعب السوري ومن الأحرار، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.